أنا بذكر بعض المواقف الطريفة اللي مرت بي خلال مسيرتي الرياضية اللي امتدت ل 42 عام. أول حاجة، أنا يمكن الحكم السوداني الوحيد اللي ألغى 3 مباريات في يوم واحد. وجدت الكورة في الساعة 4 في ميدان عقرب، بعد 5 دقائق الكورة كان في تسلل والمساعد ما رفع وحصلت فيها دوشة. الزول السيرباك بتاع الفريق المغلوب اداني بنية. الساعة 4:05 أو 4:10 أنا انهيت المباراة. جيت راكب عربيتي جيت جرادم درمان، لقيت مساعد ناقص، مسكت الخط. بعد 3 ساعة اتلفت لقيت المساعد والحكم في الوسط بيضربوا فيهم في الواطة والجماهير خشت، فكان ما مني الا طوال شلتها الصفارة ورغيت الكورة بقدر الكورة الثانية. في نفس اليوم في الميزة مشيت جرادم الخرطوم الأهلي والنباوي، برضو لقيت مساعد ناقص، تميت المباراة. يعني فضل زي 3 ساعة كده في لعبة حرة غير مباشرة بتاعة تسلل، يعني دخلوها طوال الناس والنباوي حارس المرمى، وكان محمود صالح فهم القانون، حتى الكورة ضربت مرمى حسب القانون وقاموا احتجوا، فالحكم بدأ يشيلها يوديها السنتر وناس محمود يجيبوها يرجعوها. في النهاية واحد زهق منه أدى لك بنية، أنا كان في جيبي برضه صفارة نهيت الكورة. أصبح عندي 3 كور، يعني ما في حكم عامل ريكورد في السودان. وفعلا المرحوم يحيى الطاير اصر، قال انا ثاني ما البس اسود لانه ممكن تلقينا 3 كور مهمه في الملعب.